جي كلاس 22 نايت باكج. الجي كلاس معروف من سنوات السنوات وهو نفس الشكل، لكن مع الفيس ليفت مع اللمسات راح نعرف وش اللي يميز الجي. اول ميزه بالجي كلاس صوت البيبان. الميزه الثانيه صوت البزابيس. الميزة اللي بعده تصميم الداخلي، وأهمهن ما شاء الله. طبعا معروف الجي كلاس واسم مرسيدس بتصميمه الجميل والحديث مع محرك 8 سلندر 570 حصان 4 لتر. الجي كلاس معروف بقوته للطرق الوعرة مع 1-2-3 من الدفلك، ولي مقطع تجربه بالبر بل جي 63. الشيء المميز بالجي كلاس اللي هو تصميمه الحديث والجميل مع الكنتارا والسقف ومع فتحة سقف وتصميمه المكعب، صراحة وقفته الحالة تسوى مع لمسات الكربون فيبر وكربون فيبر هنا، وأيضا كربون فيبر مع اللي هو الميزان للطارة. واللي يميز أيضا جي كلاس إنه تميزه وتخصصه للي هو وضعيات السباق كسيارة ضخمة بمواصفات رياضية. المنافس الوحيد له إم كومبيتيشن. نجي للعيوب. العيوب أول شيء أسواقه تراه ديدسن، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية العزل، يعني صفر. شوف شلون مسطح اللي هو القزازة، يعني العزل بيضربك ضرب، الهواء بيلعبك لعب. بصراحة صح انك بمكعب لكنه ضيق بصراحة، يعني طولي بالصيف 1.88 ولازلت يعني مكتوم، يعني رافع نطار ومعدلنا هذا لكنه كتم شوي. والميزة الأخرى من الجي كلاس اللي هو الإنارات المحيطية، بصراحة شيء جميل جدا، ومع مظهره الخارجي واللوك من برا ومن داخل صراحة شيء يعني لا منه مر، من صوته ومن شكله صراحة تدوخ معه. لكنه لا جيت بتسوقه اللي يعلمك تدسن. بالنسبة للتقنيات الرياضية حاطين لك اللي هم شفتات رياضية مع اللي هو تقنيات الديناميك مع وضعيات سبورت ومع تقنية حديثة من مرسيدس للتحكم وتوازن وثبات المركبة. طبعا هم خصصوا تخصيص كامل للطرق الوعرة مثل رانج روفر أو جيب لكسز، فهذه أنت تلعبه ومع قوته ما شاء الله يكفي أنه يعني تقاوم وما شاء الله قوية بالطرق الوعرة. وهذه المميزات والعيوب بالجي 63.